جديد، أسعد الله صباحكم بكل الخير. حقول متنوعة بهذه الصباحات حتى العاشرة صباحا. كما تحدثنا في بداية حلقتنا، سننتقل إلى حقل على غاية من الأهمية، وتحديدا لمن يشاهدنا عبر الشاشة من المواقع المتعددة، تحديدا في بيئة الأعمال المختلفة. تحدثنا عن التنافسية الوظيفية وبشكل إيجابي. هنا نتحدث بإضاءة صباحية من خلال ضيفنا الكريم الأستاذ أسامة الشريف، المتخصص والخبير في الموارد البشرية. أسعد الله صباحك بكل خير. أسعد صباحك أستاذ بشحم، شرفنا بقدومك. سعيد بوجودي معكم. أهلا وسهلا. أهلا سيدي بكم. أنت حدثنا عن بيئة التنافس الوظيفي. نعم. بالأعمال المتعددة، هنا لا نتحدث عن بيئة عمل بشكل حصري أو متخصص. نعم. نتحدث عن تنافسية إيجابية، وقد يكون بالمقابل أو باتجاه الآخر قد يكون هناك شيء سلبي. نعم. لكن لنبدأ بالتفاؤل وبالعنصر الإيجابي أيضا من خلالك. يسعد صباحكم وشكرا جزيلا على الاستضافة. التنافسية أمر لابد من وجوده في الأعمال، لا يمكن الاستغناء عنه. وجوده صحي، أمر صحي لابد منه. التحدي أمام قادة الأعمال كيفية إدارة هذه التنافسية، وكيفية إيجاد البيئة المناسبة لوجود تنافس صحي، تنافس إيجابي زي ما تفضلت حضرتك قلت. هذه قضية لها تبعات كثيرة، تتطلب تواجد قادة هم واعيين لهذا الموضوع، تتطلب وجود أشخاص اللي هم الموظفين أو اللي بيشتغلوا في الأعمال يكونوا أيضا على اطلاع كامل وواضح بأنه أنا ما بتنافس ضد ألف أو باء من الموظفين، هم زملائي وأخواني وأخواتي، أنا بأتنافس على تحقيق نتائج جميل تخدم إحنا كفريق الموظفين. جميل. وبالتالي تخدم المؤسسة. والمؤسسة. نعم، تخدم المؤسسة، المؤسسات الربحية بدها تحقق الأرباح. جميل. والمؤسسات الغير ربحية بدها تحقق أهدافها الإنسانية اللي قامت من أجلها. جميل. الآن أنت حدثنا عن فكرة لابل، قد يكون هذا مطبق في بعض المؤسسات باختلاف صنوفها، سواء بالقطاع العام بالقطاع الخاص، سواء كانت ربحية أم غير ربحية. المباريات الوظيفية ومن خلال القادة كما أشرت، الرؤساء تحديدا من يضعوا الخطط الاستراتيجية سواء طويلة قصيرة المدى متوسطة المدى وقد تكون لحظية. بالمناسبة هذا يرجع إلى أيضا القادة ومن يدير تلك المؤسسات. نعم. ما مدى إيجابية المباريات الوظيفية بشكل إيجابي تحديدا أستاذ أسامة؟ المباريات وكل أدوات التنافس أمر طيب وجميل إذا الهدف منها إيجاد بيئة تفاعلية تشاركية. جميل. على مستوى المجموعة ككل. أما إذا كان الهدف منها أنه فلان يجب أن يفوز على فلان، أو اللي بيكسب اللي بيفوز بده يأخذ هذه الجائزة، المنافسة بتخلق نوعين من المشاعر، بتخلق القلق وبتخلق الحماس. إذا كان هناك قلق من وظيفتي، قلق على وظيفتي من أنه في عندي مجموعة أهداف بدي أحققها، في عندي أهداف هذه مالية أو أي أهداف أخرى، وإذا ما تمكنتش من تحقيقها وظيفتي حتكون عرضة لأنه أخسرها، فهذا بولد القلق بداخلي، وهذه كلياتها تنتج نتيجة أنه القائد أو المسؤول أو المدير بيبث في روح الموظفين فكرة أنه ما زبطتش في شغلك روح، المصطلح العامي. هذا التوجه يجب انه احنا كقادة ومدراء ورؤساء نتفادى نتجنبه بالكامل. الجانب الاخر من المنافسة بتخلق الحماس، وهذا الجانب الايجابي اللي احنا بدنا نركز عليه وندفع باتجاهه. جميل. الحماس بداخل الانسان، المشاعر اللي فيها حماس بتخلق ايضا هناك حافز بالداخل اللي بده يخليني انا افكر بايجابية، الحافزية بتصير عندي عالية جدا، وبالتالي التفكير الإيجابي بيخلق التفكير الإبداعي. جميل. والتفكير الإبداعي بيمكنني من أني أنا أفكر بكيف أنا ممكن أحقق النتائج بطرق إبداعية. جميل. وبدون
ما أضر بغيري ولا أخذ موقف عدائي من غيري. جميل. هنا أستاذ أسامة قبل الختام من خلال هذه الرسائل التي تمرر والتي لها علاقة في بيئة الأعمال والتنافسية الإيجابية، وأنا أستثمر دائما هذه الإضاءات بشكل إيجابي، أسعى دائما إلى التفاؤل أو أن ننظر إلى نصف لا بل كامل الكأس الممتلئ. إن تحدثنا عن المعايير التي تفضلت بها، قد يكون هناك بحاجة البعض إلى فرص، إن لم يكن هناك فرص قد يكون هناك مبادرة لصناعة فرصة من خلال المنظومة التي تحدثت عنها وبدعم مباشر من القادة والمرؤوسين أيضا. أنا بدي أشكرك قبل الختام، هي إضاءة من خلالك حماسية ترى بالمناسبة، ولكن بشكل مدروس وبشكل مهني أيضا له علاقة في بيئة الأعمال وجزئية لا بل مضمار التنافسية الوظيفية. الخبير والمتخصص في الموارد البشرية الأستاذ أسامة الشريف، لن أقول وداعا لا بل لقاء للقادم، من هذه الحماسة ومن هذه الإيجابية يبارك فيك. شرفنا بقدومك بهذه الصفحة. شكرا جزيلا للاستضافة. إننا أعزائنا المشاهدين إلى فاصل قصير وبعد ذلك الختام، فابقوا معنا.